الفيديو ده مهم جدا لطلاب المرحلة الأولى اللي خلاص جالهم تجارة جامعة حلوان وحابين يقدموا لـ BIS أو FMI أو تجارة إنجليش جامعة حلوان. دلوقتي التقديم الإلكتروني فتح خلاص، اللي هو ما بين BIS و FMI وتجارة إنجليش، والتقديم في التنسيق الداخلي ده هينتهي بعد نتيجة المرحلة التانية في الرغبات بتاعتهم. هيبدأ ان هو ينتهي للمرحلة الأولى ويفتح للمرحلة التانية. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، هتدخلوا تملوا البيانات وترتبوا الرغبات في التنسيق الداخلي على اساس انتوا شايفين مجموعكم هيقرب لايه. سواء تجارة انجليش هتحطوا تجارة انجليش اول حاجة، هتلاقوا تجارة قسم لغات تحطوه اول حاجة. لو عايزين بي اي اس فهتخلوا بي اي اس اول حاجة، فهتشوفوا ايه المناسب ليكم وهتخلوه هو اول حاجة، لان اول حاجة هتحطوها هي دي اللي هتجيلكم. اول بقى ما الموقع يقفل بتاع التنسيق الداخلي هيتم اعلان اكواد، هتنزل لكم كده لينك عليه اكواد بتاعه سداد المصاريف بتاعه الانترفيو. اول ما ينزل لكم الاكواد دي هتاخدوا الكود وتطلعوا بيه على حد عنده مكنه امان او مصاري، وتقولوا له انا عايز ادفع المصاريف دي لجامعه حلوان. هو هيخش عنده على الجامعات الحكوميه وهيختار جامعه حلوان وهياخد الكود يحطه، وهيبعت لهم 800 جنيه وتاخد منه الوصل تصوره، تمام؟ مهم يبقى معاك صور منه ومعاك الاصل تحتفظ بيه وتشيله في مكان كويس عشان ما يتقشرش ولا يحصل له اي حاجه. بعد ما دفعت خلاص هيتحدد لك ميعاد ان انت تروح الانترفيو، ولازم لازم تروح في الميعاد اللي انت خدته بعد ما دفعت ال 800 جنيه. طيب هيتم بقى اعلان نتيجة القبول امتى، او تعرف ان انت اتقبلت في انهي قسم امتى، سواء تجارة انجلش او بي اي اس او اف ام اي. بعد ما تقديم المرحلة التانية ينتهي هيتم الاعلان ليكم انتوا الاتنين مع بعض، وبعد كده هتروح تقدم الملف بتاعك في الجامعة عادي. بس ده لسه مش يعني ما تحددش امتى، لان برضو قبلها هتعمل كشف طبي، وكمان ممكن الكشف الطبي تعمله قبل الانترفيو. اول ما هينزل لينك للكشف الطبي هنزله لكم على قناة التليجرام علشان تقدموا فيه وتروحوا تعملوا الكشف الطبي. هنعمل فيديو مهم جدا ازاي تجهزوا نفسكم للانترفيو، الفيديو ممكن ينزل النهاردة او بكرة بالكتير. انا عايزكم ترجعوا للفيديو بتاع اهم الاوراق اللي لازم تقوموا تحضروها قبل ما تقدموا في تجارة انجليش حلوان. الاوراق دي لازم تبقوا مجهزينها كده في فايل، علشان في اي وقت اول ما يعلنوا ان انتوا تودوا الفايل ده الجامعة تبقوا مجهزين. وبس كده، وانا طبعا يعني مش عارف اقول لكم ايه على اللي حصل ده والتنسيق اللي علي، على الرغم ان الدرجات زيها زي السنة اللي فاتت. انا معرفش ليه التنسيق علي للدرجة دي. الناس اللي ما جالهاش جامعة حلوان تقدر انها تعمل تقليل اغتراب، لو مثلا جالها جامعة تانية بره القاهرة وعايزة تروح حلوان تقدر انها تعمل تقليل اغتراب على حلوان وان شاء الله يتقبل. تقليل الاغتراب بنسبة 90% ان هو بيتقبل، فما تقلقوش باذن الله ممكن تيجوا معنا حلوان وتلحقوا كمان تجارة انجليش لو درجة الانجليش معدية ل 32.5. هو كمان عايز اقول ان درجة الانجليش لسه ما تحددتش، درجة الانجليش هتتحدد بعد الانترفيو بعد المرحلة التانية كمان لما تقدم. فلو انتوا جايبين 32.5 فيما فوق قدموا وسيبوها على الله، ان شاء الله درجة الانجليش هي تفضل ثابتة زي السنة اللي فاتت. جامعة القاهرة طبعا نزلت درجة الانجليش وهي 40، فاعتقد ان حلوان مش هتبقى اعلى من جامعة القاهرة، حلوان هتبقى اقل اكيد من جامعة القاهرة. فلو زادت انا بعتقد يعني او بتوقع معاكم انها ممكن تبقى 35-34 بالكتير، مش هتزيد اكتر من كده. ربنا يوفقكم، مش عايزكم تقلقوا من اي حاجة، وان شاء الله الانترفيو هنتكلم عنه كل التفاصيل. ما تقلقوش، هو مش صعب وسهل جدا وما يستاهلش اي توتر ولا اي قلق. حد عنده اي سؤال يقدر يتواصل معايا من خلال قناة التليجرام، او ياخد رقمي من على القناة ويبعت لي على الواتساب. تقدروا تتواصلوا معايا باي طريقة، تمام؟ برضو ممكن اسيب لكم لينك الاكاونت الشخصي بتاعي على الفيسبوك وتقدروا ان انتوا تتكلموا معايا. انا بصوا اي حاجة عايزين اساعدكم فيها تخص الاوراق فانا هحاول اساعدكم فيها على قد ما اقدر ان شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يترفع لناس اكتر، علشان لو في ناس ما عندهاش خلفية ان التنسيق الداخلي فتح فهتشوف الفيديو وتعرف. ما تستخسرش ان انت تدي معلومة لحد غيرك.
لان ربنا بيجعلنا اسباب لبعض، فمش عايزين نستخسر حاجة في حد. لو عندك معلومة عرفتها وحد بيسأل فيها ساعدوا بعض في الكومنتات، يعني انا ممكن معرفش ارد على كل الكومنتات، فلو لقيت تحت الفيديو فيه كومنت بيسأل على حاجة وانت عارفها رد عليه وفهمه. معلش انا عارف ان موضوع تقديم الاوراق ده رخم شوية، بالذات ان انتوا خرجتوا من ثانوي الطاقة زيرو حرفيا، فهنستحمل مع بعض شوية لحد ما نخش الكلية وان شاء الله هنرتاح، بس برضو مش هنرتاح قوي لان ما وعدتكمش ان في راحة. عموما هو الدنيا ما فيهاش راحة، كلها تعب. انه بقى الفيديو بتاع الانترفيو.